اول ما نزلنا القطعه صرنا نقطع هون في هم هذول خيارات ما لهم مشان يعني ما فعالين اول ما نلبس لهون فعلا بيصير خيارات. بس انا بدي اعرف القطعه شلون اريد توضع انا شلون بدي اوضع. انا في عده خيارات تاخذ بعين الاعتبار مثلا مثل الدعم مثل هاي القطعه انا شلون بدي دعمج مثلا عشان توضح اكثر. هلا هون انا شلون بدي يطبع هاي القطعه وتحت ما في شيء على الهواء يعني صح. فهذا الوضع ده هون بدي احط سبورت دعم هون اعمده بسيطه هو لحاله بيحسبها تمام. هون كمان اذا بده يبين معنا هون شايف هاي المسافه بدي احط كمان دعم. هل انا هيك بحطه افضل ولا انه بدي مثلا انقلها هيك افضل هيك طبعاً. صارت هون بده ياخذ دعم اكثر السبب انه هاي فاضيه وهون هذا الحرف كلياته اللي عند هاي ياخذ دعم. طبعا الدعم دكتور ممكن يكون خطوط اعمده فيه ممكن يكون شبك مجاري اي عندك كثير خيارات انت بتخير بتختار الشكل الدعم ممكن. بس انه انا بدي عمود ولا اثنين هو بيختار بس آلية شكله قديش انا بدي مثلا انه الماده اللي بدي احطها كبيره قليله إيه؟ بس انه عدد الاعمده هي هو الشكل ملائم بحطها نعم. على الشكل. هلا بعد من مثلا هي مثلا طلعت كبيره انا بحط له سلايس مسكين انا بقول له هوم بروفيو. اذا انا هون بدي احفظه مثلا بجيكو مشان نسخه على الطابعه تمام بس هي هلا انا بدي انه بروفيو مشان الطابعه نعم. هلا انت هيك اعتمدت ال انا هيك لا هيك اعتمدت الشكل نعم. هيك حاليا هيك هون ما حط دعم هون انا الدعمين بجيبه موجودين. انا دول خيارات البدايه مشان واحد مثلا ما بده يدخل بهذا المجال مثلا مثل اول خيار مثلا راح يشوف قديش انا النزل بدي اياه الطبقه قد السمك الطبقه 0.1 0.15 0.20 بدك تاخذ عين الاعتبار كل ما كبرت الرقم هذا كل ما قل الوقت خشت الوقت اي اكيد اي كل ما كبر الوقت وصغرت الرقم يعني اقل من 0.1 ما بتقدر تمام. في عندك كمان هون الانفيل الانفيل اللي راح يكون وين نسبة الامتلاء نسبة الامتلاء الداخلية بدك اياها مثلا 10% 20% وشكلها شلون بدي اياها مصنفة بدي اياها مثلا خماسي سداسي رباعي هاي كلياته في خيارات له. هي اللي ما بده مثلا يدخل بالعمق طبعا تمام. اما بالعمق هي اللي هون بس انا عندي سبورت هون سبورت انا ما لي نفعله هون هي ما بيقدر يطلعها بده يعطيك خربطة. هلا انا حطيت له سبور رح ارجع اعمل له بريفيو سلايس مشان يرجع انه اي تغيير بالاعدادات بده يرجع تعطيه سلايس من اول وجديد. طب ليش ما بعمل له سيميوليشن لشوف شلون بده يطلع؟ هلا رح هلا من شوي انا بس على الطبقات انا بدي سيميوليشن بتاخذ معنا وقت كثير هلا هي بتاخذ معنا طباعتها يوم وساعه 12 دقيقه على الطابعه هلا انا بدي مثلا شفت هلا شلون حط هذا الدعم هذا الدعم يعني هذا راح يطبعه هذا الحرف بده يطبع بس قبل الازاله قبل الازاله من دون تشويه قطع. هلا انا مثلا معناته الافضل اني انا اخليه بدون دعم لا ما بي ما بي مثلا انا طبع هي 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 النقطه ما بلاستيك منصهر فراح ينزل لتحت فهذا الدعم وظيفته انه يثبت البلاستيك ايوه هون هي طبعه طيب هي ما في شيء تحت شلون بده يطبعها ما بيقدر يطبعها يعني انا معناته بعمل دعم وبعدين بقصه او شيله او كذا بطريقه ما حلو هلا يعني راح هو بيفهم انه هذا الدعم هو فقط لمسك بالطبع اذا انت منزوم اكثر اذا منزوم نشوف هاي بقلبها فارغ الدعم ايوه بقلبه فارغ هش بس بدي ما هيك شيء انه خلص معناته اجباري بدك دعم لا ما بتقدر تطبع اذا ما في دعم طيب حط على ظهره نشوف الدعم على ظهره بتوقع تاكل وقت اقل اقل من يوم تاكل اقل من يوم هلا مثلا بدنا اياها مثلا هلا هي اخذت 1319 ليار طبقة هلا إنه سلام أنا بس أنا بلش يطلع راح يبلش هاي سيموليشن تعتبر هاي سيموليشن يعني هلا إذا بدنا نتفرج على كل الطبقات هيك بدنا يوم وساعة و12 دقيقة هلا بلش يجي عم يطبع هلا إيه بيطبع عم يطبع الطبقة الأولى
طبعا مشان نسرع شوي. اه بتحسن تسرع. تمام هي خلصنا اول طبقه طبعا. هي اول طبقه نجي لهون نعطينا الطبقه الثانيه اول حاجه هي الطبقه الرابعه على الاخر. تمام بحسن انا انقل لطبقه مثلا كذا ونشوف عشان يبين معنا احنا الطبقات الداخليه شلون راح تكون. انا ما عملنا نسبه امتلاء 100% بده وقت كثير. 100% اذا 100% بدنا نحط مثلا امتلاء نسبته 100% فبدها تاخذ معنا وقت كان شوي لأنه صار الامتلاء أكثر. قال بس هون ساعة أنت شوية تعمل بدك تحمل شهادات بدك تقول إنه واحد الامتلاء تعمل ما بدك تحمل شهادات أو كشكل هيك مشان الطلاب يعرفوا امتلاء تحطه مثلا 10% 20%. هلا كل يادة بس ولكن شايف شلون السبورت ماله فارغ نعم فارغ بتقدر تتحكم فيه إذا بدك إياه مالي ولا ماله بس الأفضل كل ما زدته كل ما بزيد الوقت عليك. صحيح لا احنا ما راح نحطها مش عايز بدنا نطبعها ما تاخذ معنا كتير مثلا 10% نسبة الامتلاء. حتى هي نسبة الامتلاء حتى كمان اختيارات في عندك خيارات هون نسبة الامتلاء شلون بدك اياها مربعة مستطيلة حسب اللي انت بدك اياها. بيبين معنا اذا اخترنا واحدة من هذول كيف الشكل بده يطلع لنا. خلينا نشوف والله مثلا هاي جريد جريد شبكة معناتها هلا هاي نص الثلاث يمكن وطي اللاير من الطبقة السفلى لحتى تبين اكثر. شلون بدي اشوف الدارة؟ شبكة صارت، مثلا نغيرها لغير لاين رح تعطيك اياها خطوط. لا ما بدي في هون شكل خطوط نعم. هذا هي صحيح نفس اللي قبله بس ولكن كرسم الخط كانت الاول لا ترسمه كشبكه صح كطباعات كل شيء كشبكه لا بس هلا هون عم تاخذ كخط خط 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 نعم خلص صحيح. مثلا اختار اخر لا على الثاني ثماني شكل ثماني حتى كمان يعني اذا واحد لغه انجليزيه قويه بس بحط على الخيار بيطلع شو بيختار ايه طبعا بيطلع شو اللي تمام بشكل ما بشكل ما طيب هاي هي خيارات السبورت احنا نضغط مثل الشبكه ضروري اي تغيير بدي اساوي لازم يعمل سلايس نعم تمام. انت بدل ما ضبطت مار مترات هذول كليات وانا عملت سلايس ساعتها اي قطعه بتنزلها بدي اخذها تلقائيا بدون ما ترجع تطبع صح هلا هيك واخذها كشبه مربع هو كمان عندي مثلا في مساقط زي المساقط
اذا بدي اتابعه من بعيد. ايوه جميل. بس انا بدي اياه مثلا مسقط العلوي الله يقلم شوفه عم تشوفه شوفه شلون عم يتشقى. مثلا بدي الجانبي جانبي حلو كمان من الجانب الاخر نفس الاحوال. خيارات هون انا شرحتها انه هون مثلا بدك اياه كلياته لون ولا بدك مثلا السب بورد تحط لك اياه بلون اللاين الخارجي او الداخلي بدك اياه الشيء كذا كله تختار الى الالوان قائمه الالوان كلياتها. هون عندي الماده بي ال اي تمام. هون عندي النظم تبع الطابعه لازم حددهم هذول اجباري نعم او اجباري بدك تحددهم. اي بدك تحددهم في هون الطابعة. لا والله هون الطابعة ما أنا عارفين يعني هلا زي لو تحطيناها الطابعة ما راح ياخذها ما راح تاخذها بس وين بدها تطبع؟ تطبع بالزاوية مع انه نحن هون مبرمجين انه تطبع بالمنتصف. بدها تعريف بنعرف هي الطابعة هذا بنعرفها شلون؟ اد تعريفها بسهل ندخل هون هي جميع الطابعات اللي عندك اياها تمام. حلاوة البرنامج انه بيدعم كل الطابعات ما كلها بس ولكن نسبة 80% العظمى برونوكسي بالاخير يمكن تي تي اي كي ال اي بعدين بعدين ام ان او بي كي ار اس تي تي بالاخير اسا 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 اس تي بعدين الار اس تي هاي اس بعدين التي هلا هون ترونكس هاي ترونكسي ترونكسي اللي نحن عندنا دي 01 تمام هاي اخترناها حطينا لها اد طبعا لي اول مره فقط اي اول مره بس شاف قال لا تعرف عليها تعرف عليها انا مشان نحن نعرف شو الفرق بيناتهم انه واجهتنا مشكله احنا احنا بنطبع كنا بالنص بنحط على الطابعه بتطبع لنا بالربع الاول تمام السبب لانه مساحه العمل تختلف مساحه العمل تبعها الاكس والواي 220 ملي ملي والارتفاع 250 لا الطابعه اللي كنا حاطينها هي التيميكر اس 5 غير تختلف شايف حتى شكلها هون قدر لا سطح العمل مساحة العمل هي 220 250 بس انا شايف سطح العمل اقل من هيك بكثير يعني بال 30 40 سنتي ما هو اكثر 220 ملي دكتور 22 ملي 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 حتى يعني حتى الاعدادات كلها هي بالملي يعني 22 سنتي ب 22 ارتفاع 25 هي هلا حطيت انا الثاني التيميكر حتى الحواف كلها تختلف صح هلا احنا اخترنا حتى اشتغل حلو هاي عرفنا الطابعة بدنا نخرجها لدوري دكتور ايه شو رأيك مو احسن لا هلا بس رح نشوف نعرف قديش رح تاخذ رح تاخذ هاي 10 ساعات فرح ناخذ لا ناخذ اقل اقل إيه؟ اقل هم نعمل سكيل سكيل انا بدي من حجم الاساسي قديش بحطه 50% تمام على العلو سلايس شو انا بظن يعني نص الوقت اقل كمان اقل طب انا بدي بس انا اشغل وبعدين بوقف بدي اجباري بدي اضغط تطبيعي لا 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 بتقدر بس احنا بدنا الشكل انه يصير قدامنا انه يصير قدامنا مشان يبين معنا هلا ياخذ ساعتين اذا بدنا كمان مثلا نصغرها مثلا حطها 75 75 اكبر 25 25 تمام لازم 25 لازم 40 دقيقه هيك بس الساعه تكون خالصه 44 تمام خلينا هيك هلا بدنا نعملها مثلا وكمان بدل انا من هدول الخيار هدول انت لو حاول الظهر بتاخذ اقل من هيك بكثير قطع الظهر لنشوف نص ساعة وعشرين دقيقة تمام تمام جميل كأنه ما بدها دعم؟ ما أخذت السبورت ما أخذت السبورت في دعم ما رفع ما رفع هلا الدعم صار جاهز هلا بدنا نجهزها للطباعة سيف تو ريفومبل ليش؟ مشان تتخرجها بصيغة الجي كود هلا بده يعني يخرجها هيك بصيغة الجي كود تكون هيك جاهزة مباشرة للفحام على فلاشة على كرت الذاكرة الوظيفي
كرت الذاكرة اللي عندك. ايوه هاي قرائن الزواج منها هي موجودة فيها. نعم فيلد سيف سيف تو ديسك هذا مكان على سطح المكتب طبعا. ايه بدك تحطها بنفس المكان لما هو احط لك اياها على الفلاشة الفلاشة بال المكان اي مكان الاستيجل نفسه خلينا نحطه سيف ما في داعي ما راح ينشر مجلد جديد منهم خلص حطه سيف. وعليكم السلام ورحمة الله. تمام الفلاشة هاي الفلاشة تبع ال هلا هنفرد يعني هنفرد الاستوديو حتى كل يعني هلا الساعة 4 تيجي تكمل هلا الساعة ما بدك تحذفهم. تمام حتى بتقدر انه مثلا تحط مثلا مجلد تسميه مثلا ندخل على الفلاشة تبعنا الفلاشة هي الملفات الاستيل نجيكو هذا ايوه تمام نفس جاهز ناخذ الكرت هذا هلا خالصين من هون هلا خالصين عشان وقف تسجيل